خالد السعود طبعا المنتخب السعودي اليوم استأنف معسكره في لاغوس في البرتغال، راح ينتهي المعسكر في 17 اكتوبر، هاي ثالث مرحله تجهيز الكاس الاسيا اللي راح تنطلق في يناير المقبل في قطر. اليوم كان في مناوره وروبرتو مانشيني اشرك العناصر اللي ما شاركت في مباراه نيجيريا، اما بقيه اللاعبين كان عندهم تمارين استرجاعيه في النادي الصحي. استدعى مانشيني لاعب النصر علي لاجامي بعد ان تم امس استبعاد حسن كادش بداعي الاصابه، وايضا زكريا هوساوي مع الجهاز الطبي، واعطاهم مدرب المنتخب فتره حره بعد نهايه حصه تدريبيه الصباح، اعطاهم يعني نص يوم، ويواصل الاخضر تدريباته غدا الاحد من بكره تدريبات مغلقه امام وسائل الاعلام. خالد السعود، ايش اللي فارق حاس انت، ايش الفرق بين مانشيني ورينارد؟ والله يا ابو بدر حتى الان بالنسبه لي ما اشوف في فرق، يعني هي فتره انا اعتقد انها قصيره جدا للمدرب، اي مفترض انه الخطط ولا التوجهات تكون واضحه بالنسبه للمدرب، يمكن اللي يراها بشكل اوضح المحيطين داخل المنتخب، اما بالنسبه لنا يعني خلينا نتكلم عن الجوله الماضيه، نتكلم جوله الاعداد الماضيه والجوله الحاليه. الجوله الاولى كانت يعني سيئه جدا او غير جيده، خلينا نقول شكل المنتخب كان باهت كثير. الامس ابو بدر الشوط الاول او خلينا نقول مجمل المباراه، اصلا المباراه كلها ما ارتقت، يعني حتى المنتخب النيجيري ما كان ذاك المنتخب المخيف بالنسبه لنا، ما كنا جيدين. في النهايه ابو بدر نعطي المدرب الفرصه حتى طيب. يعني يطبق خططه على ارض الواقع. انا اعتقد انه العناصر اللي موجوده بامكانها ان تفعل اكثر من كذا، ايضا المسابقات او الاستحقاق القادم وهو الاهم بالنسبه لنا كاس اسيا يجب ان يكون هدف رئيسي للبطوله. المستغرب بدر انا الهجوم الغير مبرر من الجميع على بعض العناصر سواء المدرب او حتى على اللاعبين، اركضوا، ترى الجميع يمثل الوطن، انا ما اقول لا تنتقد ولكن القسوه في الانتقاد بصراحه طارت كثير، واتكلم عن عبد الله الحمدان بالتحديد. والله العظيم يعني انا اشفق على حال عبد الله الحمدان من كثره الانتقادات اللي نعم عبد الله ما مو قاعد يؤدي الدور المطلوب منه، ولكن انا اقول بعد اركضوا عليه، اركضوا عليه شوي، في النهايه المدرب له راي فيه. ما انا ما اقول انه الناس ما تفهم، لا الكل يفهم والكل خايف، وهذا منتخب بلد، بس ايضا مفترض ان السهام تكون يعني على الاقل اخف من اخف واقل اقل حده. عبد الله مشكلته مش في مستواه، مشكلته في تفكيره وادارته انفعالاته بسبب الضغط. عبد الله مفترض هو اول من يساعد نفسه في الضغط، هو ضاغط نفسه عبد الله، ولذلك عبد الله الحمدان مو قاعد يؤدي لا في الهلال ولا في المنتخب، عنده اكثر من كذا، افضل من كذا اي، ولكن على عبد الله انه يبدا بنفسه. طيب هذا يعني يمكن من الشيء اللي حقيقه انا والله يا ابو بدر ضايقني، وضعت نفسي في مكان عبد الله الحمدان سواء في الهلال او حتى في المنتخب، الرجل يعاني حقيقه من كثره النقد. ايش المطلوب؟ الحاد جدا. ايش المطلوب؟ نعطيه الثقه، وعبد الله اولا يبدا بنفسه. عبد الله كابتن عبد الله الحمدان هو البارح دخل المنتخب؟ والله سؤالك ما يعني خالد السعود، اوكي احنا ما احنا ضده، احنا نرعى ونهتم بكل المواهب السعوديه، بس في احد تشعر انه في امكانيه؟ انت رجل اشتغلت في اداره اللعبه، ما يعني في واحد تحس في امكانيه، في واحد تحس انه لا ممكن نسبه تطوره اقل، في واحد تحس انه عنده مشاكل تكتيكيه، يعني في ناس يحتاج الى 10 فرص عشان يسجل، في واحد يحتاج الى فرصه، يعني فراس البريكان عنده جوده اعلى، ليش ما حد ينتقده؟ لو ممكن يغلط يصير غلط، ليه ما ينتقدون الناس؟ ها انا اتفق معك انه كلنا نحب عبد الله الحمدان ونحب جميع عناصر المنتخب، صحيح هذا ما في كلام، صحيح ما في شك، وحتى من انتقد عبد الله، حتى من انتقد عبد الله حتى بلغه او بلهجه حاده، انا متاكد انه يحب عبد الله اكثر مني واكثر من الجميع، ولكن عبد الله مشكلته تكمن في ايش؟ اتى من نادي الشباب الى الهلال، ومطالب الهلال طبعا سقف العمل او العمل في الهلال مختلف تماما عن اي نادي، مطالب بعمل اكثر وبانتاجيه اكثر.
الفرصه ما اتيحت لعبد الله طبعا، او خلينا نتكلم يعني باريحيه، عبد الله ما استطاع انه ينتزع الفرصه في وجود النجوم، يلعب في دقائق بسيطه، هذه الدقائق عبد الله يبي يسوي كل شيء فيها، لا مش معقول يا عبد الله انك تسوي، لا يستطيع طبعا، وهذه شكلت عليه تراكمات وضغط كبير جدا. كذلك الحال في المنتخب، اذا بتتكلم عن فراس يا ابو بدر ارجع لفراس البريكان لما كان في النصر وقارن بفراس اللاعب الاخر لما راح الفتح. في النصر الاستهجان طال فراس، ولذلك فراس كان ذكي جدا، ذهب الى بيئه اقل ما فيها ضغوطات اصلا. تخيل انه فراس جاء اثنين ثلاثه مهاجمين اجانب في الفتح ما استطاعوا يلعبون عليه. فراس طب هذا لقيت له حل خالد، هذا لقيت له حل، لاعب راح من النصر للفتح والان احنا لا عبد الله يجب انه، وانا ما اتكلم عن كابتن طبعا، هو المشكله مش عبد الله على فكره، الحمد لله هو التركيز صار عليه، ولا في اكثر، في عندك العمري في الدفاع، عندك كذا لاعب عندهم مشاكل عظيمه، مشاكل عظيمه. بس خلينا نتكلم بما انه لاعب في المنتخب، انا ما اقدر مثلا اروح اعيره لمنتخب اخر مو زي النادي، انا ما اتكلم عن اللاعب في نادي الهلال، انا اتكلم عن اللاعب في المنتخب. المنتخب ما في مجال لتطور مستوى اللاعب، لان المفروض اللاعب يجيني جاهز. صحيح، ما فيها كلام ابو بدر، الحل مش في المنتخب، الحل يبدا من النادي ومن اللاعب. انا اتكلم يمكن كحاله امس فقط انه زادت والله، يعني كان في كلام حاد على عبد الله، فقط انه الفتره دي تحتاج انه احنا نشجع الجميع، يعني للمدرب نظره، ولو عبد الله او خلافه من اللاعبين مثل او لبس شعار المنتخب بنشجع الجميع وما في شك في اي حقيقه حتى لا في اي شخص من كان، الكل يبحث عن مصلحه المنتخب، وان شاء الله ان المصلحه تتحقق باذن الله.